ولنقاش تفاصيل السياسية العسكرية والاستراتيجية حول عملية عفرين ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي فراس رضوان أوغلو. أهلا بك أستاذ فراس. تحياتي، أهلا بكم. أستاذ فراس، أنقرة تؤكد أن عملية غصن الزيتون ستتوسع لتشمل شمال العراق، إلى أي مدى بإمكاننا القول أن الجيش التركي تلقى ضمانات في هذا الخصوص، لا سيما أن مجلس الأمن لم يخرج بأي شيء في جلسته بالأمس حول عفرين؟ تركيا أوضحت كثيرا لكل الفرقاء ولكل دول الإقليم ولكل الدول العالمية، الدول الإقليمية والدولية، بأنها ماضية حقيقة بكل حزم لاجتذاب الإرهاب، لأننا يعني نعلم أن حزب العمال الكردستاني وفرعه المتواجد أيضا في سوريا هم يعني ممكن نقول تنظيم شبه معلن وغير معلن في نفس الوقت، بأنهم يريدون إنشاء ربما كوريدورا حتى من سنجار، يعني هم يبدأون تواجدهم في جبال سنجار في شمال العراق والآن في عفرين وربما بعد ذلك في منبج وسماك حتى الشمال السوري. نعم. هذا الكوريدور حقيقة يخيف تركيا بشكل كبير، بل حتى أنه في حال تهديد وليس مسألة تخوف وليست مسألة حسابات وهمية. هناك وقائع على الأرض، تركيا أوضحت هذا لجميع الدول تقريبا، فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار المحيطة. أعتقد أن تركيا ماضية بحزم، ربما هذا الحزم قد يسبب لها بعض الوترات السياسية أو المتاعب السياسية مع بعض الدول التي تسعى أيضا إلى نفوذها ومصالحها، قد تتضارب مع المصالح التركية، لكن الموضوع هام جدا لأن كل هذه الدول ليس لديها حدود على سوريا والعراق، بينما هي فقط ربما سوريا تركيا هي المتضرر الأكبر من أي عمل إرهابي قد يتم تخطيطه على الأراضي السورية وينفذ في تركيا. نعم، باعتباركم تحدثتم عن الأطراف الأخرى وبأنها لا تتقاسم حدود مع تركيا، لكن الجانب الأمريكي تحديدا إذا ركزنا عليه وصلتنا الضوء، يعني واشنطن هي التي تدعم الميليشيات الكردية، إلى أي مدى تعتقدون أن واشنطن ستسمح بإنهاء وجود هذه الميليشيات التي دربتها خصوصا في مناطق منبج والجزيرة التي افتتح فيها الجيش الأمريكي عدة قواعد عسكرية؟ أعتقد بالنسبة لمدينة عفرين ربما هناك خلاف في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين من يدعم بقائهم ومن يرى أن بقائهم قد يسبب مشاكل كبيرة مع تركيا ولتركيا الحق في هذا المسألة، ولذلك هناك كانت تصريحات ربما متضاربة ممكن أن نسميها، البنتاغون والدفاع الأمريكي قال نحن لن ندافع عن عفرين، إضافة إلى أن الخارجية تقول شيء لديها قلق فيما يحدث في عفرين لكن متفهمة للتخوفات التركية وتبحث في سبل إنشاء مناطق آمنة في تلك المنطقة. أعتقد أن أيضا التخبط الأمريكي ينعكس على أرض الواقع وأيضا ينعكس على الاستياسة التركية التي لا يمكنها أن تثق بشكل كبير في ما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، إذا يجب على تركيا أن تتخذ قرار بيدها، وهذا القرار لابد أن يحترمه الجميع، وهي لا تريد لا شبرا من الأراضي في سوريا ولا حتى غيرها، وهي طالبت منذ سنتين يعني بخروج هذه القوات وبشكل سلمي وتسليمها إلى إدارة محلية مدنية، لكن هذا لم يحدث. وأعتقد أن تواجد العدد الكبير كان بداية من 4000 مقاتل حتى وصل تقريبا الآن إلى ما يقارب، هناك مقولة أن بين 8 و10000 مقاتل، لا أعتقد أن 8 و10000 مقاتل هذا الجيش أن يكون فقط لحماية عفرين وبعض المناطق الصغيرة، هذا رقم كبير جدا. هناك ربما تخطيطات أخرى، أعتقد أن تركيا لابد أيضا من استدراج أيضا الاتحاد الأوروبي، لأن أي مشكلة في سوريا سينعكس آثارها السلبية على تركيا ومن ثم على أوروبا، ولكن ربما لا تنعكس على الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أيضا من جذب الدول الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي للمفارقات السياسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ فراس، ماذا عن دور المعارضة السورية المسلحة إذا تحدثنا عن على المدى البعيد بعد أن تتم السيطرة على مدينة عفرين؟ أعتقد أن المهمة ستكون هي مهمة أمنية بشكل أول وبشكل أكبر، لأن القوات الجيش السوري الحر ربما في الفترة الأخيرة أصبح فيها تطور كبير، أصبحت منضبطة بشكل أكبر، خصوصا أنها ربما تلقى الدعم الكبير من تركيا وأيضا التدريبات،
هذا سيؤثر بها كثيرا، ستنضبط ضمن القواعد التركية للجيش التركي. أعتقد أن الجيش السوري الحر عليه واجبات كثيرة، وهناك فيديوهات ظهرت في الأمن عن ربما تدعو تبشر في الخير، لأنها تبشر الأهالي أنه ليس لديهم مشكلة لهم ولا مع الآخرين، فقط لديهم مشكلة في تنظيم ليس مرحب به، ليس ديمقراطي، هو يفرض سيطرته بالقوى العسكرية، واشتبك مع المعارضة السورية نفسها أيضا يعني، ولم يشتبك مع النظام السوري ولا مرة يعني، كلامه شيء وأفعاله على الأرض شيء آخر، إضافة إلى أن قوة السلاح التي يستخدمها في إجبار الفتيات والصغار في السن والأطفال أيضا في استخدام السلاح هذا غير مقبول أيضا، لابد من تخطي هذه العقبات وإقناع الناس وعودة الإعمار إن حصل أي تسليح كما تفعل تركيا في درع الفرات. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي التركي فراس رضوان أغلو، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.